اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات ويلا بينا شوفوا النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وممتع وشيق لانه بتعاون مع بنتي حبيبه قلبي اخر العنقود سكر المعقود لوك بيقولوا يا ولاد دايما كده اخر العنقود ده بياخد حقه تالت ومتلت لا بجد عندي لوكا غلبانه انا اللي واخده فيها حقي تالت ومتلت <applause> او واخده منها حقي تالت ومتلت لا بصراحه عندي من لوكا بتساعدني رغم ان هي صغيره وبندلعها حبتين بس برضو يعني بضغط عليها كده بشخط الشخطه بتقوم على طول <applause> دايما كده بتساعدني لما بكون بيكون ورايا مثلا حاجات كتير او عايزين ننجز في الغداء او الكلام الكلام ده فبتبدا ان هي تساعدني قلت لها يا لو كان عندي تنظيف سمك وتنظيف السمك بياخد وقت ولا شوي قالت لي لا يا ماما عايزين ناكل سمك معلي قلت لها طب يلا قومي انت بقى ايه نضفي الركنه واختك كده هت هتلم الغسيل وتطبقه وتنشر كده الغسيل التاني قالت لي خلاص ماشي قلت لها امي يا انت نضفي الركنه وعليها كده ايه على دوره غسيل تاني قالت لي خلاص ماشي يا ماما قمنا بصراحه ايدينا كده مع بعض هي بدات تروق كده في الركنه وتنضف واختها زي ما انتم شايفين كده قايده النور في الاوضه بتاعتها وكانت بتوضب اوضتها كده وبتو ايه وبتطبق الغسيل جوه وبتظبط الدنيا يعني كل واحد كده كان في مكان بس إيه عايزه اقول لكم بقى احنا عندنا استاندين اتنين. يعني اتنين استاند اثنين حامل ونحط عليهم التليفونات واحد كنت حاطه الملوكه واحد كنت حاطه ليا فقلت مش مشكله بقى فوفو تظهر في الفيديو ده نخليها مره فوفو ومره لوك. <applause> بس بصراحه البنات كلهم بيساعدوني البنتين بيساعدوني البنات كلهم ايه وانا معايا كتير هم بنتين ربنا يبارك لي فيهم يا رب بنقسم علينا كده الشغل فالشغل بيخلص معانا على طول نصيحه كده لكل بنوته ما تقعديش في البيت وتنتخي وتقولي ماما هي اللي عليها التنظيف وعليها ترويق وعليها تنزل تجيب طلبات من السوق وعليها كده تعمل الغداء لا انا بصراحه عيالي بيساعدوني في حاجات كتير يعني نزلت السوق انا وفوفو نزلنا جبنا السمك وجبنا حاجة السلطة وجينا تمام وملوكة كانت بصراحة لسه يعني بتفوق لانها نايمة متأخر عننا بتحب السهر شوية لكن عندي فوفو بتنام بدري فعشان كده خدتها معي السوق ولما جينا بقى قلت لها يلا ايه اختك هترتاح شوية وهتبدأ كده ايه تمسك اوضتها وتمسك كده الغسيل في البلكونة وانت يلا على الركنة وهتعلقي ايه كمان على دورة غسيل قلت ايه لها خلاص ماشي يا ماما وزي ما انتم شايفين كده مسكت الركنة نظفتها طبعا ايه ما جرتهاش ولا شالت القواعد بتاعتها ولا كلام من الكلام ده بس تنفيضه كده يعني هو ده يعتبر روتيننا اليومي اللي هو التنظيف العادي إيه طبعا انتوا شايفين النور بقى في الاوضه بتاع غرفه النوم قايد إيه طبعا النور قايد ليه لان فوفو بتطبق لي الغسيل عندي في الاوضه الثانيه <applause> ايه فكان بتخلص اوضه تخش على اوضه كده يعني وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده كنت نزلت بقى جبت سمك ويت السمك ده عشان تجيبي سمك حلو لازم تبقى نخششه حمرة كده تعرفي ان هو سمك صابح وتعرفي ان هو حلو ولحمه هيبقى حلو وخاصة كمان تاخدي السمكة العريضة وتكون من الجنب كده تخينة يعني متحسيش انها فاضية الفاضية دي تعرفي ان لحمها كده مش حلو تمام مسكت بقى السمك كله قصقصته الاول بعد كده بمسك بالمعلقه بجرد كده القشره اللي فيه من الجنبين زي ما انتم شايفين كده يعني انا مش باخد سمكه سمكه بعمل فيها المراحل كلها لا انا ما بعرفش اعمل كده انا بقصقص الاول كل الشنبات واللدنقه <applause> الشنب والدهن اه بتاع السمكه واديله كل حاجه وبعد كده ببدا اجرد كده اطلع القشر اذا كان في الجنب ده او الجنب ده عايزه اقول لكم لو بنتك عايزه تعلميها تنظف السمك وخايفه تيجي بقى تجرده بال بالمقص تتعور لا خليها تجرده كده بالمعلقه وهي مش هتتعور ولا اي حاجه بعد كده ببدا ان انا افتحه كله كده من البطن كده بالمقص زي ما انتم شايفين تعالوا بقى يا بناتي بيدلوا ما اجي اقول لهم خشوا نظفوا السمك يقولوا يا 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 بصي يا بنتي بصي يا ستي بصي عشان ايه ما تقوليش يا ولا مش يا ولا الكلام ده بمعلقه <applause> ودخلاها كده ونزلي القلب اللي فيها ماشي لو انت قرفانه يعني يا ستي البسي الجواندي بس لازم تتعلمي اه طبعا البنوتة عندي بتوصل لسن كده معين ولازم تتعلم مش بمزاج. يعني عندي قبل مثلا مرحلة الثانوية بيبقى مثلا بخليهم كده ينظفهم يروقهم يغسلوا مواعين كلام الكلام ده. بقى من الكلام تمام فترة الثانوي بقى بنبقى من درس لدرس ومش عارفة ايه والكلام ده فبصراحة ما تالتة ثانوي دي بالذات بتكون صعبة ما بخليش حد بيعمل معايا هنا حاجة ايه طبعا مسكت بقى بالفرشة عشان ننظف الس ال 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 ايه السلسلة من جوه بيبقى فيها دم كده لا بفرشة اسنان وتكون عندك مخصصة هتكون جايباها جديدة للسمك لتنظيف السمك بس وتركنها وتانيها وتغسلها وتنظفها وتانيها تبدأ انك ايه تنظفي بها كده من جوه ايه بعد كده بقى بشطفها كويس جدا المهم احنا كنا وصلنا بقى للبنوتات نيجي بقى بعد سن الجامعه اه احنا في سن الجامعه طبعا طول الجامعه بيبقى ايه مش كل يوم في جامعه في يومين في الاسبوع ثلاث ايام في الاسبوع امسك بقى العيال بقى في الثلاث ايام التانيين يلا يا فوفو محضر لنا الفطار النهارده مثلا تحضر الفطار اا إيه وتروق تاني يوم اخليها مثلا لو جايبه بقى بسله تقعد تفصص معايا جايبه باميه تقعد تقمع معايا ابدا بقى ان انا ادخلها كده المطبخ ابدا مثلا لو انا عامله بيتزا اخليها تيجي تساعد معايا ابدا ان انا اشاركها معايا كده في المطبخ وبتيجي بقى تدريجي ان العيل بيبدا ان هو يتعلم بس في الفتره دي طبعا بيسلقوا بيض بيعرفوا مثلا يقلوا بيض هو برضو البيض واخدين بالكم الاندومي طبعا <applause> كلهم بيعملوا ممكن مثلا اعلمها تعمل شويه رز إيه؟ تعمل صلصه للمكرونه تقشر بصل تقشر لي توم تقطع لي بقى طماطم سلطه ايه توضب طبق سلطه كلام من الكلام ده تحضر السفره الحاجات دي كلها يبقى في اساسيات السن مثلا من سن 8 سنين بتبدأ انك تشارك بنتك في الحاجات اللي زي دي تمام تبدأ انك تدخلها معاكي ممكن تجيبيلها لها مقشرة بطاطس وتقشر لك البطاطس بس تبدأي دايما تشركيها معاكي آه قاعدة بترصي ورقة انا بترصه معاكي حاجات من الحاجات دي المهم زي ما انتم شايفين بقى عملت الدقة بتاعت السمك بتاعتي آه بعملها ايه بقى بتوم وفلفل اخضر شطيطة وكنت ب يعني هرسة كويس في الهون وبحط عليه ملح وكمون وكمان لمون كتير وخل بتبل السمك والسمك عندي غسلته كويس جدا جدا بالدقيق والليمون وبخليه زي الفل ويصطف خالص بعمله فتحات وابدا ان انا كده ايه احشي احشي بقى من الايه في الفتحات دي من الخلطة بتاعت التتبيله بتاعت السمك بيبقى حلو قوي أو أو قوي في القلية وبدأت انا سايبة شوية كده من الدقة دي حطيتهم على السلطة بتفرق جدا جدا بتخلي طعم السلطة حلو قوي قطعت بقى خيار كمان على السلطة بيخلي حلو لو كان عندي جزر كنت بشرت جزر كمان وشبت بقى وليمون وملح وكمون والحاجات دي كلها بتبقى حلوة أو أوى قوي. وشوية خل واحنا بقى من النوع اللي بنحب شوية مية كده في السلطة بنسميها عندنا الايه استنوا استنوا إيه؟ مين عندنا ايه نسيت اسمها يا ولاد نسيت اسمها نسيت اسمها <applause> نسيت والله انتوا لو فاكرين اكتبولي لو وصلتوا معايا لغايه دلوقتي قولوا بتقولوا على ميه السلطه في بلدكم ايه انا في مصر بيقولوا عليها اه ويسكي الغلابه قولوا كده انتوا في بلدكم بتقولوا عليها ايه على ميه السلطه انا بقى عشان السمك معاكي قرمش باخد السمكه بعد ما بعفرها في الدقيق وبنفضها وب... كده بدي احطها في الميه وبعد كده على زيت يسخن وما قلبش السمك الا لما ياخد معايا لون زي ما انتم شايفين كده وينشف شايف معايا ابدا ان انا اقلبه على الناحيه الثانيه عشان اه ما يتهرس مني كده تمام ومعايا طبق بقى بكون مقطعه فيه كده شويه من الخضره شويه كزبره كده خضره والسمك اللي يطلع اول باول هطلعه كده اصفيه من الزيت كويس جدا واحطه كده ايه على الطبق كان عندي هنا بقى السمك ما بقليش غير اللي بياكل يعني مثلا ممكن اكون اجي اخلص الاكل الاقي في ناس صحوا من بدري ناس <applause> مثلا عندي فوفو صحت بدري بتنام بدري وتصحى بدري تمام وتيجي مثلا تيجي قرب ايه وانا بعمل الغدا كده قرب الغدا الاقيها نامت خلاص اسيبها تريح لساعة ساعه وما تصحى ابقى احمر هي هي السمك يعني فاهمين فانا دايما بقلي كده على قد اللي بياكل بحمر له في ساعتها يبقى الاكل سخن انا بقى كمين اللي هياكل انا وزوجي فقط في بقى كان اللي, اللي بره مع صاحبه مع في بقى اللي كانت بتقول انا لسه واكله متاخر لا مش جعانه دلوقتي وفي اللي كانت نايمه فقلت خلاص انا وجوزي نغرف ونتغدى وحمرت كده على قدنا وهغرف كده شوية سلطة وشوية رز ونقعد نتغدى انا هو عايز اقول لكم ان السمك المقل في البيت يا جماعة بيكون تحفة سيبك انت من السمك اللي انت بتجيبيه من برا جاهز مقل ده صدقيني والله ما فيش احلى من السمك اللي بتعمليه في البيت بنفسك انت ونضفتك ونضفت ايديكي بتاكل حاجة كده وانت مبسوطة اكتبوا لي كده في الكومنتات عايزين نوعية الفيديوهات الجاية يكون شكلها ايه اكتبوا كده اي حاجه انتوا حابينها اكتبولي في التعليقات واقول لكم